ظاهرة جديدة باتت تهدد أمن المواطن السوري لتنغص عليه ما تبقى من مظاهر الحياة. التشويل، هذا اللفظ الحلبي الذي أصبح يطلق على كل عملية اختطاف يقوم بها أفراد أو جماعات مسلحة محسوبة على جهة معينة، وفي معظم الأحيان تقيد ضد مجهول. هذا النوع من أنواع الخطف ازداد في الآونة الأخيرة في مدينة حلب بعد أن تعالت أصوات تندد بتصرفات بعض الكتائب، لا سيما منها الدولة الإسلامية في العراق والشام. التشويل لم يعد مقتصرا على مصادرة وسرقة بيوت مؤيدي النظام أو شبيحته، بل أصبح يصل إلى هجوم عصابات مسلحة على قرية بأكملها، ولا يبدو أن الجيش الحر قادر على وقف هذا النوع من الممارسات. وبما أن ظاهرة الخطف تطال الناشطين الإعلاميين وعمال الإغاثة بل حتى المدنيين على حد سواء، فإن هذا الواقع دفع بعدد كبير من الناشطين إلى مغادرة المناطق المحررة، خاصة العاملين منهم في المجال الإعلامي. ونتيجة لذلك أعلنت كتيبة أبو أيوب الأنصاري التابعة للجيش الحر فتح أبواب مقراتها بمحافظة حلب أمام جميع الناشطين، معتبرين أن مغادرة الأراضي السورية ليست حلاً للمشكلة. هذه الظاهرة التي تزايدت مع بداية شهر حزيران الماضي تزامنت مع بروز تنظيم داعش واكتسابه قوة ونفوذا في مناطق حلب وريفها، وهو ما تسبب في توجيه أصابع الاتهام إلى هذا التنظيم في العديد من المرات، يضاف إليها جماعات مسلحة أخرى. وبما أن الخاطف عادة ما يلجأ إلى اللثام في تنفيذ هذه العمليات، فإنه يصعب تحديد الجهة الخاطفة في معظم الأحيان.